ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل تمديد الهدنة اتفاق الهدنة الإنسانية مدة يومين، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوي. أهلا بك معنا دكتور رائد. أهلا بك. حياكم الله دكتور رائد، على أن ينضم إلينا لاحقا المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر. إذن أبدأ معك دكتور رائد، أهلا بك. بداية، يعني الخارجية القطرية كما تعلم أعلنت التوصل إلى اتفاق لتمديد هذه الهدنة الإنسانية يومين إضافيين. بداية، كيف ترى هذا التمديد؟ يعني واضح أنه هذا التمديد يأتي في مصلحة الطرفين، مصلحة المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة ترتيب أوراقها، وفيما يتعلق في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان قطاع غزة بعد يعني هول الضربات اللي على المدنيين اللي استمرت حوالي 50 يوم. ومن جانب آخر، يعني من الجانب الإسرائيلي أيضا مصلحة إسرائيلية، خاصة أنه الإسرائيليين أعلنوا من مرة نيتهم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بالقوة العسكرية، وواضح أنه الحملة العسكرية والاعتداء على قطاع غزة لم يحقق أي هدف، سواء هدف عسكري ولا حتى أهداف متعلقة بتحرير ما يسمى بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. فأنا بعتقد أنه يعني هذا التمديد هذا يخدم كلا الطرفين، ومن باب آخر أنا بعتقد أنه هو مؤشر على أنه ما بعد انتهاء التمديد ستكون هناك مفاوضات لصفقة شاملة، حتى لو استمرت الضربات أو العسكرية والاعتداء العسكري الإسرائيلي بشكل يعني محدود على قطاع غزة لاحقا، بس بعتقد أن الطرفين سيذهبوا لمفاوضات عبر طبعا وساطة أمريكية قطرية مصرية حول صفقة أسرى شاملة مرتبطة بوقف أولا بإخراج والإفراج عن كافة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، ومن جانب آخر أيضا مرتبطة بانتهاء العمليات العسكرية والاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة لاشتراطات أخرى منها المتعلق بفك الحصار على قطاع غزة وما إلى ذلك. أنا بعتقد كل المؤشرات إيجابية نحو التسريع في انتهاء هذا الاعتداء على قطاع غزة قريبا. نعم، يعني برأيك دكتور رائد، بعيدا طبعا عن مصالح نتنياهو وظروفه الداخلية وأيضا قبول المقاومة الفلسطينية بالتمديد من عدمه، إلى أي مدى أثر الضغط الدولي في هذا التمديد ولربما في التمديدات اللاحقة لأن نصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار؟ أنا بعتقد أن الضغط هو مش ضغط دولي يعني عام، ولكن هو كان ضغط أمريكي. أنا بعتقد أن الإدارة الأمريكية هي كانت أكثر المعنيين وما زالت في موضوع تبادل الأسرى والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. أنا بعتقد هم برضو أصحاب الرأي الفصل في موضوع التمديد لاحقا، وأصحاب الرأي الفصل أيضا فيما يتعلق في وقف الاعتداء بالكامل. وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني تحاول أن تزيح عقبة الأسرى الإسرائيليين من أمامها بالكامل حتى تستطيع وتتمكن من ممارسة ضغوط أكثر على الإسرائيليين لوقف الاعتداء. فأعتقد هو من يدير العمليات ومن يدير شأن الصفقات والخطة الاستراتيجية لسير العمليات والاعتداء، أعتقد هي الإدارة الأمريكية أكثر منه الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية. نعم دكتور مأمون أبو عامر، أهلا بانضمامك إلينا عبر الهاتف من اسطنبول. أسألك بداية عن هذا التمديد لمدة يومين مرين، ما رأيك بهذا التمديد بداية؟ السلام عليكم، تحية لك مشاهدي الكرام. حقيقة هذا التمديد هو جزء من الجهود المبذولة من الأطراف الدولية والضغوطات المحلية والضغوطات الميدانية التي أجبرت الاحتلال على قبول بهذه المعادلة. الاحتلال كان يخطط إلى استمرار عدوان مستمر، وكان واضحا من إعلان نتنياهو أنه لا تتوقف الحرب حتى إسقاط حماس وعودة الأسرى. هذا الخطاب تراجع، وبدأت الحكومة الإسرائيلية تقبل بفكرة التهدئة التي تم الاتفاق عليها 4 أيام، وقد نجحت 4 أيام. كان واضحا أن من الطرفين يميلان إلى التهدئة،
تهدئة وعدم العودة للقتال مرة أخرى. الجانب الإسرائيلي يعني يشعر بمرارة ما حدث في 7 أكتوبر، باعتبار أن هذا كانت ضربة كبيرة من حركة المقاومة الإسلامية والفصائل الفلسطينية، وبالتالي هو يريد أن ينتقم ويدمر غزة، وكان يحاول في نفس الوقت أن يهجر أهل غزة وينهي ملف القضية الفلسطينية وإلى الأبد. لكن صمود الشعب الفلسطيني والتشبث في أرضه ونجاح المقاومة في إفشال المشروع وتصديها للعدوان بشكل بطولي، هذا يعني أثر على دافعية واستعداد الاحتلال للاستمرار في هذا العدوان. وبالتالي نجحت المقاومة أيضا في إرسال رسائل لدول الأخرى أن أبنائكم لن يخرجوا إلا بالتفاوض، وهذا كان له أثر مهم جدا، حيث الاحتلال حاول أن يقنع الجمهور الإسرائيلي منذ بداية الحرب أن الحرب هذه جاءت من أجل القضاء قدرت من أجل القضاء على حركة حماس وإفراج عن الأسرى. وتطور الأمر في العملية، بداية العملية البرية. العملية البرية كانت كل تلويح بها أنها كانت من أجل الضغط على حماس وإجبارها على إطلاق سراح الأسرى، لكن هذا لم يفيد. وهنا أشير إلى نقطة مهمة، أن يعني ما أعلنوا كتاب القسام أن هذه الصفقة التي تمت الاتفاق عليها كانت معروضة منذ شهر من بداية الأحداث قبل العدوان البري. هذا جانب. جانب آخر، صحيفة هارتس تحدثت عن أن ما هو معروض، ما تم الاتفاق عليه في الصفقة المالية، لا يختلف قليلا عن ما كان معروضا منذ شهر، كما وهذا يصدق رواية حركة حماس. لكن الواضح أن الجمهور الإسرائيلي لم يكن يتقبل مثل هذا الأمر. لكن ما حدث في الشهر الأخير من فشل في العدوان من جانب، وجانب آخر الحجم الدمار الهائل الذي يعني أفزع العالم، وحجم القتل في المدنيين والأطفال والنساء أفزع العالم، وبالتالي أصبحت هناك ضغوط على الإدارة الأمريكية داخليا وليس بالدافع الذاتي من إدارة بايدن الصهيوني. بايدن بالبداية قال أنا صهيوني، وبالتالي هو كان يتبنى الرواية الإسرائيلية، بل حاول أن يركب الموجة وأن يدعم هذا النهج على أمل أن تحسم المعركة بسرعة، لكن هذا لم يحدث على أرض الميدان. كانت المفاعيل حسابات بايدن غير حسابات الميدان، وفشلت المعادلة في تحقيق التهجير بالصمود والرفض، يعني حتى كما أيضا من الجانب المصري أيضا الذي يعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي، وصمود شعبنا تشبث نعم. في أرضه واستمرار المقاومة في أدائها طيب. البطولي. نعم دكتور رائد، يعني كما تعلم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صرح من برشلونة أنه يجب التفاوض مع الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، ويعني طبعا بذلك منظمة التحرير الفلسطينية. ما الذي يعنيه هذا التصريح؟ ويعني نعلم أن حركة حماس هي الحركة التي تمسك بغزة على الأرض، وهي يعني جهة منتخبة، حكومة حماس وهي حكومة منتخبة شعبيا، فما الذي يعنيه تصريح بوريل في هذا التوقيت؟ يعني المعترف فيه دوليا وفي المجتمع الدولي كممثل للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير، وأنا بعتقد طبيعي تصريحاته، لأنه بالنهاية حركة حماس هي حركة وحزب سياسي فلسطيني. هلأ ما يحتاج الشعب الفلسطيني حاليا أنا بعتقد هو توافق وطني ما بين يعني حركة فتح وعلى بقيادتها الحالية اللي هو محمود عباس والآخرين، وبين حركة حماس، من أجل أولا الإدخال حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الإسلامي أيضا والأحزاب الفلسطينية الأخرى، وهذا يستدعي أيضا هذا يستدعي بالضرورة تحقيق إصلاح المنظمة ومؤسساتها وما إلى ذلك. وثانيا يحتاج إلى توافق وطني وبرنامج وطني واحد. أنا بعتقد هذول ضرورتين فلسطينيات، أمر داخلي فلسطيني من أجل أن نضمن أن منظمة التحرير هي فعلا تمثل كافة الشرائح الفلسطينية أمام الجهات الدولية، أمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وما إلى ذلك. ومش بس هيك، وهذا الأمر يعني فلسطيني داخلي
نحتاج أيضا لتفويت الفرصة على أي سيناريوهات أمريكية أو إسرائيلية أو حتى غربية تفرض على الشعب الفلسطيني طيب فيما يتعلق في الحكم غزة وما بعد اليوم التالي لانتهاء العدوان على قطاع يعني غزة. تعلم، نعم دكتور رائد، تعلم أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي يحتاج وقت، ولربما هناك تفاصيل كثيرة تحتاج يعني توافقات كثيرة، ولكن تصريح بوريل بمثل هذا التوقيت، ما هو يعني الوتر الذي يحاول أن يلعب عليه إن صح التعبير جوزيف بوريل؟ لا، أعتقد أنا أخذت يعني تصريحاته بشكل إيجابي، خاصة لأنه دعا إلى حل سياسي قائم على إطار الدولتين في ظل استمرار، ويطالب باستمرار الهدنة بشكل دائم. يعني واضح أنه الممثل السياسة الخارجية الأوروبية أخذ موقف واضح فيما يتعلق في وقف إطلاق النار وهدنة دائمة حتى فتح المجال أمام الحل السياسي، وهذا شيء إيجابي حتى اللحظة. هل ولكن الحل السياسي يقتضي هذا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؟ عذرا وهذا اللي بده للمقاطعة، وقت. بس عذرا للمقاطعة، يعني رغم أنك أخذت تصريحات بوريل بإيجابية وتصريحاته عن ضرورة البدء بحل الدولتين، ولكن تعلم تماما أن الاتحاد الأوروبي طبعا بطبيعة الحال داعم لهذا الكيان المحتل، والكيان صرح قادته عدة مرات بعدم إيمانهم بحل الدولتين، ويعني بأن هذه الفكرة ميتة من الأساس لديهم. فما يعني صحيح ما الكلام. أهمية هذا التصريح لبوريل؟ أنا ما بقول إنه المجتمع الإسرائيلي، المجتمع السياسي الإسرائيلي يتقبل فكرة الدولتين حاليا، بل بالعكس منذ 20 سنة وطالع كل انتخابات عامة إسرائيلية تفرز يمين متطرف أكثر من الأول، وكل هذا اليمين بأحزابه الصهيونية هي ترفض فكرة الدولتين. أنا لا أعتقد إنه إسرائيل جاهزة حاليا لمثل هذا الحل، ولكن أهمية تصريح ممثل السياسة الخارجية الأوروبية حاليا في اجتماع مع الدول العربية في الاتحاد المتوسط الأوروبي هذا، أنا بعتقد هذه تشكل كتلة سياسية ضاغطة تجمع العرب من جهة وتجمع أوروبا من جهة أخرى، علها تحاول أن تقنع الجانب الأمريكي أكثر فأكثر في تنفيذ هذا الحل، خاصة أنه بايدن أعلن الفترة الأخيرة عن موضوع حل الدولتين واعتبره حاجة طارئة حاليا. أنا بعتقد هذا المجتمع الدولي المشكل من العرب والأوروبيين والأمريكان من جهة قادر أنه يفرض على الإسرائيليين حل الدولتين والبدء بتسوية سياسية جديدة، طبعا مش بنفس الآليات القديمة، أنا متأكد مش بآليات أوسلو ولا وما إلى ذلك، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم، إلى أي مدى البيت الفلسطيني جاهز حاليا، السياسي الفلسطيني جاهز حاليا للتعاون مع هذا الطرح الدولي؟ نعم. عشان هيك بجوز حكيت إحنا محتاجين فلسطينيا لترتيب البيت الفلسطيني حتى نفوت الفرصة على أي سيناريوهات غربية أو أمريكية حتى في فرض حلول على المناطق الفلسطينية. نعم دكتور مأمون، يعني شهدنا المقاومة الفلسطينية على مدار يعني أكثر من لربما 50 يوم من طوفان الأقصى، يعني الأداء العسكري كان لديها لافت. برأيك هل الأداء السياسي خاصة في التفاوض بملف الأسرى كان بمستوى الأداء العسكري؟ نعم، حقيقة المقاومة منذ البداية كان موقفها أدائها العسكري والسياسي متوائم مع بعض البعض، يعني كما شاهدنا الأداء العسكري، وكانت أصدرت الكتاب القسام من فيديوهات تثبت في جدارة المقاتلين وشجاعتهم النادرة وقدرتهم على التأثير، وما أجبر الكثير من في بعض الأحيان الجنود اللي هرب من المعركة، واليوم كان في تقرير عن ضباط هربوا من الميدان بسبب المقاومة، يعني مع المخصم من تدمير 360 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وهذا طبعا مصور وموثق، يعني غير ناهيك عن الإصابات اللي في بعض المواقع وبعض التحصينات. الجانب السياسي منذ البداية كانت المقاومة واضحة أنها في البداية عندما طرأ مسألة المدنيين والأجانب قالت أن هؤلاء ضيوف، الأجانب مستعدين لخروجهم دون ثمن، والمدنيين مستعدين للتفاوض من شأنهم ولا يعني يكون هناك ثمن، الأمر سهل. كل ما كانت تريد المقاومة في هذا الموضوع لم تكن أصلا تريد ثمنا في المدنيين، هو المدنيين يعني كانوا حالة طارئة في موضوع الأسر، يعني لم يكن هدف أسر، وهناك
أدلة كثيرة على أن المقاومة لم تكن تنوي أسرهم، بل في ظروف موضوعية جاءت بهم إلى إلى يعني غزة. وشهدنا كيف في اليوم الأول المقاومة عادت امرأة وأطفال معها اثنين في نفس اليوم، بسبب هذا كان واضح أن المقاومة لا تريد يعني ليس هناك مخطط للأسر يعني. هناك فيديوهات تؤكد أن العمليات الأسر تتم ضد الأفراد، وأن ما حدث في عمليات الأسر المدنيين كان يعني ناتج عن حالة الفوضى التي حدثت بعد انهيار فرقة غزة، وأصبحت الحالة فوضوية ودخل المدنيين وحول الفوضويين. وهذا اعتراف يعني كثير محللين عسكريين، والآن الوسائل العسكرية تقول أن الدفعة الأولى في المواجهة التي قادتها النخبة الوحدة النخبة الخاصة الكتائب القسام لم يحدث أي اعتداء ولا أي عملية خطف للمدنيين أو نقلهم إلى غزة، إن كانوا كله مركز على الجنود. أما ما حدث بالنسبة لموضوع المدنيين، فهم أصبحوا يعني هناك عرض مسبق من كتائب القسام للجانب الآخر لأخذه، لكن إسرائيل نتنياهو خاصة أراد أن يستعمل هذه الورقة وقودا لحربه ضد غزة. ولو عرف يعني كان يمكن يعني في بعض الأحداث يعني يمكن أن يكون هناك قد قتل مدنيين إسرائيل أو أسرى بغض النظر عن هويتهم، ربما كان يدمر الدنيا. وهناك حادث جباليا كان هو هناك في أعلن عن مقتل 6 أسرى، ولم يعرف بالضبط هل هم مدنيين أم عسكريين، لكن الحادث تحدث في كتاب القسام عن مقتل 6 من الأسرى. وهذا طبعا حادث ما جاء في تستعمل فيه أكبر قنبلة عسكرية إسرائيلية ووزنها 2000 طن، وهذا أثار غضب يعني غضب الإدارة الأمريكية لاستعمال هذا السلاح في هذا المكان، ولم يكن هناك مبررا. لكن واضح تماما أن إسرائيل كانت قد تكون لديها معلومات أو لديها تقدير أن حسب الأحداث أنه قد يكون موجودين هنا أسرى، فقامت بقتل الآتي المأسور باستخدام ما يسمى بمبدأ هانيبال الذي يقضي بتدمير بقتل الآسر والمأسور معا. وهذا ما جرى في أيضا قتل مدنيين، ومعظم المدنيين الذين قتلوا بهذه الطريقة، يعني لم يقبل القسام على قتل. هناك اعترافات من المواطنين الإسرائيليين أنفسهم. طيب. لذلك إدارة الملف هنا كانت المقاومة متمسكة بموقفها، ولذلك اضطر الاحتلال في بعد هذا الشهر كامل أن يتراجع ويقبل بما عرضه القسام. وأيضا هنا نقطة أنه موضوع تبادل الأسرى لم يكن الهدف في هذا الموضوع أنه إطلاق سراح أسرى يعني نساء وأطفال كهدف استراتيجي في العملية يعني. لكن الهدف الذي وضعته القسام في موضوع طرح يعني ربط الأسرى المدنيين الفلسطينيين بالأسرى بالمدنيين الإسرائيليين هو الإشارة للرسالة للعالم أن إذا كان إسرائيل لهم أسرى مدنيين فلدينا أسرى مدنيين ونساء وأطفال. الطفل أحمد مناصر 12 عاما، حكم 14 عام، الطفلة هدى كان عمر 15 سنة حكمت 11 سنوات. هذه الأطفال الذين حكم بهذا العمر هذا السن يعني أليس هذا لا أطفالا؟ هل هؤلاء يدخلوا محاكم عسكرية يحكم عليهم 10 و12 سنة؟ يعني هؤلاء يعني ونساء سجن لمجرد الشبهة واعتقلوا وكل هذا الأمر. نعم يعني ناهيك عن الفروق بين الصور والفيديوهات للأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية ومن قبل المقاومة الفلسطينية ومعاملتهم للأسرى. إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية. شكرا لكما ضيفي الكريمين.